نظم الوكلاء السياحيون جولة سياحية من طراز خاص بمدينة شرم الشيخ تحت اسم رحلة السبع عجائب، مستغلين في ذلك التنوع البيئي الذي تحظى به المدينة. المزيد في هذا التقرير. في توظيف ذكي للتنوع البيئي الكبير الذي تحظى به مدينة شرم الشيخ، ينظم الوكلاء السياحيون جولة سياحية من طراز خاص تحت اسم رحلة السبع عجائب. تبدأ الرحلة بجولة سفاري على متن سيارات الدفع الرباعي التي تدخل إلى مناطق بعيدة وسط الصحراء وبين الوديان الجبلية. نشرح لهم الأول يعني إيه الدايفنج للناس اللي هم أول مرة فيرست تايم، وبعد كده بنبدأ ننزل معاهم واحد واحد مع كل مدرب. بنشرح لهم هنا الامكانيات هنا في الدايفنج. طبعا المكان هنا ممتاز جدا ومختلف عن اماكن تانية، عن الزحمة، عن ضغط الناس اللي موجودة. الكثبان الرملية تمثل مصدر جذب للسائحين على اختلاف جنسياتهم، ليس فقط بسبب روعة منظرها، بل لتوفيرها فرصة لممارسة رياضة الانزلاق على التلال الرملية بواسطة ألواح خاصة في مشهد يحاكي رياضة التزلج على الجليد من حيث المتعة والمغامرة، مما يجعل مختلف الأعمار تحرص على ممارسة تلك الرياضة لأكثر من مرة. Ma è la prima volta che faccio questa escursione e sono molto contenta perché non mi aspettavo che fosse così interessante. مش أول مرة ليها تيجي شرم الشيخ، جت وهي صغيرة بس أول مرة تعمل الرحلة دي، وإن هي مبسوطة جدا بإن هي موجودة النهاردة معنا في محمية نب والرحلة عجبها جدا. ومن الرمال والجبال والنباتات الصحراوية إلى المياه والرياضات المرتبطة بها، حيث توفر شواطئ شرم الشيخ فرصة للسائحين ممارسة عدد كبير من الرياضات المائية، منها ركوب الأمواج ومراكب التجديف والسباحة والغوص وممارسة رياضة الغطس لمشاهدة عالم فريد من الشعاب المرجانية والأحياء المائية. محمية نب دي موجودة في شرم الشيخ، فيها أهم سبع حاجات ممكن نعملها، اللي هي أول حاجة بنعمل سفاري جيبات، بعد السفاري الجيب عندنا تزحلق على الرمل، بعد التزحلق على الرمل عندنا بنزور الكانيون اللي موجود في محمية نب، بعد التزحلق بعد منزور الكانيون في عندنا ركوب الجمال، دي بالنسبة لهم حاجة ممتعة جدا. وفي الطريق إلى الخيام والمعسكرات ذات الطابع البدوي، يمكن للسائحين ركوب الجمال في تجربة لا تتاح لهم في كثير من المناطق حول العالم، كما تضيف الأطعمة والمشروبات المحلية مذاقا لا ينسى لرحلة شاهدة على ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وحسن ضيافة أهلها، علاوة على ثراء وتنوع المقاصد السياحية.